عدنا من جديد مشاهدينا، ما في زول فينا ما بحب فرق الفنون الشعبية عموماً، نوع من الفنون الجميلة والراقية جداً. حنتحدث في هذا الموضوع بما أنه هو قضية الأسبوع مع أستاذة حنان، وطبعاً ضيفنا الكريم تقريباً حصل له ظرف لأنه ما موجود معنا، وحيكون معنا برضو ضيف عبر الهاتف. برحب بك من جديد، وزي ما قلت ما في زول فينا ما بحب الغناء الشعبي يعني، طبعاً للأسف فرق الفنون الشعبية أنا ما عايزة أقول اندثرت، لكن بس ما بقت زي الأول. والله يجوز شبه اندثرت، يعني هي شبه اندثرت. أنا بحاول أقطع كده يعني، ألطف الموقف. هو شوفي، إحنا أي زول فينا، خصوصا إحنا السودانيين، دايما وجدانا مربوط بالمناطقية. يعني دايما أنت تلقي من المنطقة اللي أنت جاية منها، دايما وجداني كده مربوط بالحاجة الشعبية يعني. صح. أو المنطقة اللي يعني زول جاي من منطقة الدلوكة، أول ما تدق دلوكة بتحسي بأنه مشاعره وقلبه ذاته دقة. أجاي من الطنبور نفسه، أجاي من الربابة، أجاي من عارفة. فكل إنسان دايما جواه الحتة التراثية دي. ف يعني شيء غريب انه يكون بلد زي السودان ده بتنوع الثقافي ده وتنوع الاثني ده وتعدد ثقافاته دي، انه ما عندنا فرقه للفنون الشعبيه. ما هي فرقه الفنون الشعبيه دي ما مجرد فرقه استعراضيه كده. أيوة. عايزه ترقص وتغني كده. هي عباره عن سفاره مسقره تعرض للعالم شنو منتوجك الحضاري ومنتوجك الثقافي. نحن زمان كان في فرقه بتاعت فنون شعبيه وكانت ونشطه جدا في فتره من الفترات، لكنها اندثرت. وغالبا انا يعني بتوقع انه يعني توقفها بسبب التمويل، لانه فرقه زي دي او فرق زي دي محتاجه طبعا لرعايات، محتاجه. ما شوفي احنا مشكلتنا الحاجات المحتاجه لمال قاعدين نقفل منها الماسوره، وما بتمشي بدون قروش، ما بتمشي بدون مال. فلازم فرق زي دي تلقى الدعم الكافي من المال، تلقى الدعم الكافي من التدريب، تلقى الدعم، تكون ذاتها محفزه ومرغبه للاجيال الجديده انها يعني تنضم للفرق دي. عندنا شباب في الجامعات. أيوة. فنانين جدا ومبدعين، وعندنا شباب في المدارس، وعندنا شباب في كافه المؤسسات الابداعيه. كان ممكن ببساطه جدا ان احنا نستقطبهم وندربهم ونأهلهم ونحضر لهم الازياء الفولكلوريه. أيوة. والتراثيه، ونقدمهم للعالم، نقول لهم دي فرقه. يعني انا المصريين عندهم فرقه رضا، انا ما اعرفها بس ما عندي عنها معلومات هي فرقه خاصه ولا فرقه قوميه، لكن اعتقد انها فرقه قوميه، وان كان مؤسسها محمود رضا، لكن اعتقد انها فرقه قوميه بشكل قومي، يعني شكلي ما اخذ الجانب الرسمي. احنا ليه ما تكون عندنا فرقه زي دي؟ ترعاها وزاره الثقافه، فرقه فنون الشعبيه السودانيه، تعرض الشمال وتعرض الجنوب، والحاجات دي بالمناسبه بتشكل نوع من التقارب الوجداني شديد، وبتخلق نوع من الـ من الـ من الانجذاب الروحي. فانا ما عارفه احنا ليه قاعدين نعاين للمشكله ونزيدها. صحيح. يعني ليه الناس ما قادره تنتبه لاهميه؟ ليه متخيلين ان الحاجه دي ما حاجه مهمه؟ دي حاجه مهمه جدا بالمناسبه. يعني احنا شغالين بالاقل اهميه، وبنترك الحاجات اللي بتاثر، الحاجات اللي بتقلل المشاكل، الحاجات دي كلها مترابطه يعني وجود مع صحيح. بعض. يعني السياسه مرتبطه بالرياضه، مرتبطه بالفنون، مرتبطه بالإيد، كلها حلقات. فعشان احنا واحده من الحلقات المفككه دي بتقدر نربطها مع بعض، خلونا نصلح حلقه اقل تاثرا. طيب برضو حناخد جانب اخر من الحديث مع استاذ دفع الله الحاج، مدير مركز الموسيقى التقليديه السوداني. اهلا وسهلا بك استاذ دفع الله. مرحبا بك يا نجود، ومرحبا بك، ومرحبا يا مطاح. الله يخليك يا رب. كنا نتمنى انك تكون معنا في الاستوديو هنا. خلينا نتكلم، يعني اسالك عن عدم وجود او الوجود المريح او الوجود بشكل ظاهري لفرق فنون شعبيه، وانت طبعا عندك فرقه استاذ دفع الله. الفرقه الشعبيه طبعا هي بتمثل يعني بتحكي جزء من التراث السوداني. نعم. وجاي ابو موضوع تتكلم عن الفرقه القوميه للفنون الشعبيه. هي تكلمت عن فرقه في مصر يعني لمحمود رضا، فرقه رضا، وهي مهتمين بها. فرقه رضا دي من الفرق الرائده في الوطن العربي عموما، يعني مش في مصر بس. ونحن برضه عندنا فرقه القوميه للفنون الشعبيه برضه، يعني اسسها نميري سنه 69. ولكن للاسف الشديد احنا الفرق بتاعتنا بتتأبلج على حسب الايديولوجيات بتاعت الحكومات اللي بتتعاقب على الفرق دي. تأكيد الفنون الشعبيه بتكون مؤثره في اطار محدد عنده علاقه بالسياسه. ولكن اذا كان الفرق دي مرقت من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص حتأدي دورها بشكل ممتاز وبشكل جيد جدا. واسي انتم كيف طيب شغالين؟ الامور تمام يعني يا استاذ دفع الله؟
والله يعني انا اصلا يعني انا شخصيا اترفدت من الفرق الوهميه للالات الشعبيه، لانه نحن رفضنا الايديولوجيات السياسيه في الفتره دي، وعملنا فرقنا الخاصه برا وشغالين، شاركنا في اكثر من 50 مهرجان على مستوى العالم ومشينا 38 دوله، ما حاجه عندها علاقه بالحكومه يعني. دي كلها ايوه دي ايوه دي دي سؤال من استاذه حنان، التمويل كيف؟ هو ما قال انه معناه الحاجه شخصيه صح؟ تتعبوا فيها براكم. صعبة. لا حتى التمويل ده هو التمويل، الفنون دي ممكن تمويل الدوله ذاتها، خلي تمويل نفسها. الفنون دي اذا كانت دول فرصه ان الثقافه عموما يعني الفنون دي جزء من من الثقافه بتاعتها. صحيح. فالثقافه عموما اذا كان يعني انا عملت كورس قبل كده في المكسيك عن صناعة الثقافة، فالمفهوم بتاع صناعة الثقافة ده لو دخل السودان حنلقى نفسنا متطورين ومتقدمين أكثر من دول كثيرة، وده التنوع اللي اتكلمت عنه موضحة في التنوع بتاعنا ده، لأن عندنا تنوع منقطع عن النظير، لأن في التنوع الثقافي ما بيفوتنا إلا الهند، هي الناس متنوعين أكثر مننا، لكن يعني ما في دولة بتفوتنا في التنوع الثقافي. طيب رسالتكم شنو يعني انتم حابي من خلال يعني شاشتنا انه انت توصلها حتى ترجع الفرق دي بشكل مختلف وتكون عندها نشاطة يعني في ظل التغيير والاختلاف الحاليا حاصل؟ الحاجة اللي بنطلبها نحن في المرحلة الجاية دي انه الفرق دي تمرق من الإطار السياسي ده، يخلوها تأدي دور الاجتماعي العادي اللي هي قاعدة اصلا تطلع منه. نعم يعني الفنون دي اصلا صالحه من المجتمع، يخلوها للمجتمع، هي حتدير المجتمع وحتوجه المجتمع وح يعني حتعمل توعيه للمجتمع وحتعمل حاجات كثيره للمجتمع مفيده. والحاجه المهمه هي حتعمل جانب اقتصادي مهم جدا للمجتمع اللي هي بتطلع منه او بتجي راجع. صحيح صحيح. لان الجانب الاقتصادي بقى هو الاهم في كل اداره الثقافه عموما. نعم. فالفنون ممكن تمويل الدولة أصلا يعني. صحيح. أنا بشكرك والله أستاذ دفع الله الحاج مدير مركز الموسيقى التقليدية السودانية. أهم نقطة إنه رسالته، نبتدي من الأخير عشان يعني نتكلم الكلام، خلونا نشتغل بعيدا عن السياسة، والفيف إحنا بتنوعنا الكبير ده ما في زول بضاهينا إلا الهند، لأنه برضو عندهم تنوعنا الثقافي. يعني أنا وأستاذ دفع الله اتفقنا إنه إحنا واحدة من مشاكلنا الأساسية السياسة، قاتل الله السياسة في السودان، لأنها هي المتسبب الأساسي في كل النكبات والنكسة. يعني ما هي السياسة دي شيء متداول ومعمول به في كل العالم، إلا أيوة. عندنا إحنا السياسة عندنا هي لعبة ما في كل العالم، إلا السياسة عندنا إحنا لعبة غير نظيفة للأسف الشديد. ده رأيي أنا، إن هي لعبة ما نظيفة، بدليل إنها تتدخل حتى في الفنون وتؤدية لمصالح تخص الفكره المعنيه بالهيكل ولا بالتيار السياسي المعين. فالمفروض يعني نفيك اسر مثل هذه على الاقل الفنون اللي بعدين الناس تحرروا من سجن السياسه، نخلي فرقه زي فرقه الفنون الشعبيه دي نديها كل الدعم الممكن، ونخليها تعمل لانها تكون فرقه تعكس الفنون السودانيه من غير كده بيور، من غير اي توجه معين، او كل منطقه ناخذها بنفس فطرتها وبنفس طبيعتها ونعمل لها الشكل الاخراجي والشكل التمثيلي والشكل الجمالي ونقدمها للعالم، نقول والله دي منطقه الانقسنه كده، دي منطقه الشماليه كده، دي منطقه شندي، دي منطقه دارفور، دي شرق السودان كده. الحاجات دي بتخلق بعدين تجاذب للدار السودان، وزي ما قال دفع دي بتجيب لنا قروش، ما احنا الخزينه السودانيه دي بالمناسبه في حاجات كثير ممكن تجيب لها قروش ومعطله، من ضمنها الفنون. احنا يعني عندنا يعني ثراء واسع في ثقافي وتنوع، فمحتاجين محتاجين للنظر، وقاعدين نقول الكلام ده، احنا محتاجين لناس نقعد استراتيجيه سودانيه خالصه، تقعد تفكر انه احنا ممكن والله احنا نعمل شنو، ممكن احنا نطلع من نمسك الحاجات دي واحده واحده. الفنون فيها شنو، والثقافه فيها شنو، والرياضه فيها شنو. يعني احنا اول امبارح منتخبنا جاي شايل له 20 جون وراه في الرياضه، والفنون الان استاذ دفع الله بيتكلم عنها بهذا البؤس، والحاله الاقتصاديه هنا شايفها. فانا ما عارفه يعني احنا هم السياسيين دول مشكلين على الشوارع، عايز افهم يعني عايزين يحكموا شنو، ربنا وعايزين يحكموا مين يعني. أحوالي فدي حنان. واحده من المشاكل اللي لاحظ انه حتى التمويل قد يكون ذاتي، يعني اجتهادات ذاتيه، كون انك انت تنسلخ من فرقه ممكن تكون بشكل افضل واحسن خارجيا على الاقل، يعني حتى باسم انه احنا نمثل بلد، لكن انا ليله بشتغل براي انا، وفي نفس الوقت
الوقت مهتمة وضروري إني أنا أقدر أثبت للعالم ده إني أنا كويس، وبالتالي بيكون في دخل. يا ناس اللي دفع الله قال هو إنه ترفض من الفرقة لأنه أيوة. هو رفض إنها تؤدلك سياسيا. أنا زول فنان دخلي شنو في السياسة، أو دخلي في إنه أنت تخطيني تحت جناحك السياسي ليه؟ أنا زول فنان بقدم فن بغض النظر عن إنه أنا شنو، أنا إسلامي، أنا شيوعي، أنا يساري، أنا بحثي، أنا أيا كنت، شنو اللي بخليك انك تأدلقني في اطار سياسي معين؟ انت ما تخليني انا اكون فنان اقدم فني بعيدا عن انه انا منو انا شنو. والكلام ده حتى بينطبق برضو على الاعلام، بينطبق على حاجات كثيره. فالناس المهنيه في الحاجات دي مهم، يعني مهمه جدا جدا. السياسه دي لو دخلت في 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 في, في الاشياء دي بتفسدها. نعم. وبكون نتيجه الفساد ده شنو؟ انه تاخر وتخلف في كل الاشياء. صحيح. للاسف الشديد. انا والله بشكرك على تواجدك معنا في هذا المساء المميز، يعني عطرت المكان استاذه حنان، شكرا لك دائما. انا دائما بكون سعيده ان اجد اكون معك، احنا بيناتنا الفه ومحبه وتواصل روحي وعشره عمر. انا سعيده اكون حبيبتي. يعني دائما معاك، وربنا يوفقك دائما متالقه وجميله. شكراً. وربنا يديك في مرادك. امين يا رب جمعا. شكرا مشاهدينا، ونتمنى للجميع ان شاء الله متابعه طيبه لما تبقى من برامجنا لهذا المساء على شاشه النيل الازرق. ومني انا دائما نجود حبيب احلى ورقه تحيه، مع السلامه وفي امان الله.
يعني.